أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن أحمد حجازي مدافع الفريق بات خارج حسابات الجهاز الفني استعدادا لمباراة القمة. وقال البدري أن اللاعب خرج من حسابات الأهلي للمباراة بسبب ارتباطه بموعد الفحص الطبي مع النادي الإنجليزي تمهيدا لإتمام إجراءات إعارته. يواجه الأهلي الزمالك الاثنين في الجولة الأخيرة لمباريات الدوري الممتاز.